الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنعم علينا بسيدنا محمد سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحبيب الأعظم والنبي الأفخم منة الله العظمى علينا. قال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم، اللهم آمين. هذا الدعاء الصالح وهذه الصلاة المباركة المسماة بالصلاة العظيمية هي خلاصة هذا البرنامج. هو الحب، هو الحب عندما يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم روحا لذاتك من جميع الوجوه، حتى عن أبيك وعن أمك وعن جيناتك وقبيلتك وأسرتك وأهلك، عندما تستثمر النور الذي جعله الله فيك. قال جل جلاله وتعالى في علاه: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الحب، هذا هو الحب، هو شعار وبرنامج ورسالة وخطاب وتذكير وتنوير وسعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الحب ينفعك في الدنيا، والحب ينفعك في البرزخ، والحب ينفعك في الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يبعث المرء مع من أحب، وفي رواية: يحشر المرء مع من أحب. الإنسان مع من يحب، تحب الله ورسوله، أنت مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن تمسكت بهذا الحب ونظرت في هذا الحب وتأملت في هذا الحب وقلت هذا هو الحب، فهنيئا لك. وإن لم يكن لك ذلك فراجع معي حلقات ودرجات مرت معنا في 15 مجلسا روينا فيها أحاديث ونظرنا فيها إلى أسرار، واليوم نختمها بأن الله عز وجل قد ذكر في القرآن الكريم الحب أكثر من 76 مرة، والعلماء والمحبون والصادقون والعاشقون والهائمون والشعراء وكل هؤلاء الناس الذائقون لطعم ونكهة الحب قالوا للحب 60 اسما، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بما هو أكثر من ذلك، لكن كلهم أشاروا على شيء واحد، وهو: واجعله يا ربي روحا لذاتي. هذه الذات، ما الروح الذي يسكنها؟ إن كانت روحا نبوية مصطفوية فثق وتأكد أنك في سعادة أبدية بدأت في الدنيا وتستمر معك في البرزخ وتنتقل معك إلى الآخرة. لما؟ لأنه من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإذا نظرت في شيء تربيت عليه في الدنيا وهو أن يتعلق قلبك بالمساجد، شاب قلبه معلق بالمساجد يبعثه الله في أعلى عليين، فكيف بمن تعلق قلبه وأحب قلبه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ والحق تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا هو الحب. لا تلتفت للحب لدنيا تصيبها، لا تلتفت للحب لدنيا تصيبها، هذا في حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تلتفت للعاعة من لعاعاتها فتستخدم وتستثمر أعظم ما أعطاك الله في أهون ما هو ما بين يديك، الدنيا. الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. فالعمر مهما طال لا بد من دخول القبر، والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. فاغتنم هذه الأوقات واجعلها في الحب ومع الحب وإلى الحب. على الحب التقينا،
وفي الحب تواعدنا، وبالحب تحدثنا، وبالحب لقيتمونا، وبالحب نودعكم ونستودعكم الله، ونستودع الله سبحانه وتعالى أماناتكم وخواتيم أعمالكم، وكل نبضة حب نبضت في قلوبكم أو طرفة أو لمحة من عيونكم أو نفسا من أنفاسكم يكتب كل ذلك وأكثر في موازين حسناتكم. كل عام، كل لحظة، كل ساعة وأنتم الحب، وأنتم في الحب، وأنتم مع الحب. حقيقة هذا الذي تعلمناه، هذا هو الحب حقا وصدقا. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة ولا الصبابة رضي المتيم في الهوى بجنونه، خلوه يفني عمره بفنونه، لا تعدلوا فليس ينفع عدلكم، ليس السلو عن الهوى من دينه، ما لي سواكم غير أني تائب عن فاترات الحب أو تلوينه، ما لي إذا تفى الحمام بعكة أبدا أحن لشجوه وشجونه، قسما بمن ذكر العاضي قل أجله، قسم المحب بحبه ويجيه.